اختلاف ما بين الاثنين. اذا في عندي تو تراجكتوريز، كان واحده كيو بلوت تي، وكان عندي الاول اسمه كيو سميناه مظبوط، واعطاني هاي تراجكتوري. هلا حتى ما تروح وعمل بلوتينج للثاني فوقها، هلا لاحظوا هون قبل ما تطبع شيء فوقها ايش عم بيصير هون في ثيتا، هاي ايش ثيتا، ايش 2 ثيتا 2، هي ثيتا 3 مش هيك؟ لاحظوا ثيتا 2 وثيتا 3 ما اختلفوا. هلا عشان احنا لما نلف ما نلفش بخط دائري، الخط لف بخط مستقيم، رح يصير في حاجه اني اغير هاي وهاي. حتى نشوف هذا بالضبط رح اعمل اول شيء هولد، فالهولد رح يحافظ على هاي، ورح اعمل كيو بلوت بحيث اني اعمل بلوت عليها كيو اس مضبوط. هلا نطلع على الثيرم، هلا البلوت عملوا بنفس اللون بنفس، فبنلاحظ هلا هون ثيتا 2 اختلفت مضبوط، هي الخط المستقيم الاصلي وهي الخط الجديد. ثيتا 3 كمان فيها اختلاف، ما ظلت ثابته، والثانيين هلا الثانيين في اختلاف، في اختلاف بسيط في هذول الاثنين مضبوط، وهذول وحتى الاول كمان في اختلاف. فهذا الاختلاف في كيو من الكيو الاولى لكيو الثانيه ايش سبب انه الخط يصير مستقيم، الخط يصير مستقيم بدل ما يكون منحنى.